أكد الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء أن سيناء ستظل رمزا خالدا على صلابة وقوة جيش وشعب مصر، وأن الشعب المصري قدم الكثير من الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدا على أن سيناء تشهد تنمية غير مسبوقة في كافة المجالات. كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء إلى سيناء أو أي مكان آخر، منع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وعودة حقوقهم كاملة في دولة مستقلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 43 شهيداً و64 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و77193 مصاباً منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات، ومنع تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساعدة الفلسطينيين، مضيفة أنه لا يمكن للدول المجاورة وحدها مساعدة الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين لتخفيف العبء على مصر والمصريين الذين قاموا بدور كبير في المساعدات. شهد معبر رفح البري اليوم 25 من أبريل إدخال 168 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم حتى الآن، وإدخال 4 شاحنات غاز واثنتي سولار إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح حتى الآن، كما تم استقبال 20 مصابا فلسطينيا و42 مرافقا عبر منفذ رفح حتى الآن. أعلنت وزارة الصحة تقديم خدمة الفحص السمعي ل6,389 طفلاً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019، مشيرة إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية ل34 بدلاً من 30 مركزاً بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات مبادرة السمع.